وفي فقرة ضيف اليوم نستضيف السيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية من عمان. أهلا ومرحبا بك سيد عريب. أهلا سيدي. بداية، الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن الأطراف تقترب من التوصل إلى هدنة، وحتى هناك تفاؤل مصري حسب الإعلام الإسرائيلي، فهل هناك بوادر فعلية وبأي شروط؟ أنا أعتقد أن ثمة قوة زخم إقليمية ودولية دافعة باتجاه التهدئة. ثمة سباق مع الزمن من أجل إبرام الصفقة قبل حلول شهر رمضان المبارك، لذلك يبدو أن سيناريو التهدئة في رمضان وما بعده قليلا ربما هو السيناريو الأكثر ترجيحا. لكن دعنا يعني نتفق بأن هناك يعني مجموعة من العقبات والعوائق التي ما زالت تحول دون إتمام هذه الصفقة، أهمها على الإطلاق اتساع الفجوة بين الجانبين. لا زالت هناك قضايا خلافية. حماس ترغب في الحقيقة بأن تفتح التهدئة المؤقتة الباب لتهدئات أخرى وصولا إلى وقف شامل. حماس ترغب بانسحاب كامل القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. حماس تناقش في مسألة الأسماء ونسب الأسرى في المساعدات والإغاثة والإيواء وغير ذلك. أعتقد أن عناصر أساسية في هذه الصفقة قد تمت تسويتها. طلع علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي في ربع الساعة الأخير وطالب أو وضع شرطا جديدا، وهو إبعاد الأسرى ذوي المحكوميات العادة العالية من القيادات الفلسطينية الأسيرة إلى خارج فلسطين. هذا أمر لن تقبل به حماس ولن يقبل به المحررون. والاعتقاد السائد أن نتنياهو يراوغ يماطل حتى يظهر بمظهر الزعيم الصلب والقائد الذي لا يعني تكسر له قناة ضمن اللعبة الداخلية في إسرائيل. لكن هذا الإفراط في التفاؤل الأمريكي يلقي ببعض الضغط على نتنياهو، والآن إفراط في التفاؤل المصري يلقي ببعض الضغط أيضا على نتنياهو. وفي مطلق الأحوال أعتقد أن الدبلوماسية ستنجح في كسب هذا السباق، وربما نكون أمام رمضان هادئ نسبيا على الأهلي في قطاع غزة. سيد عريب، برأيك الزيارة التي أداها الأمير القطري تميم الثاني هل إلى باريس طبعا، كيف تؤثر أو تحرك الأوضاع نحو التوصل إلى هدنة؟ يعني قطر لاعب رئيس في الوساطات جميعها، سواء في الوساطات الفلسطينية البينية أو في الوساطات بين إسرائيل والفلسطينيين، وبالتالي الدوحة تحولت إلى قبلة للوسطاء والأطراف ذات الصلة بهذا المعنى. فرنسا تريد أن تلعب دورا كذلك بهذا المعنى، وهي ميزت نفسها بعد أسابيع من التماهي مع الموقف الأمريكي، ميزت نفسها في الأشهر الأخيرة بشكل واضح عن الموقف الأمريكي، وبدأت تتحدث عن موقف فوري لإطلاق النار وإدخال كثيف للمساعدات وحل الدولتين وربما الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مستقلة. هذا الموقف يوفر يعني مساحة مشتركة للدبلوماسيتين القطرية والفرنسية للتحرك، ولكن دعنا نعترف بأن قطر هي اللاعب الأبرز في هذه اللعبة إلى جانب مصر والولايات المتحدة، ثلاثي الوساطة بهذا المعنى. لكن لا بأس من مواقف داعمة ورديفة ودافعة في نفس الاتجاه سواء على المستوى الأوروبي، وهذا ملعب للدبلوماسية الفرنسية، أو في العلاقة على ضفتي الأطلسي، وهذا ملعب آخر للدبلوماسية الفلسطينية يمكن للفرنسية، ممكن أن يمكن باريس من ممارسة بعض الضغوط، من يعني محاولة الاستثمار في علاقتها مع الولايات المتحدة لدفعها إلى اتخاذ مواقف أكثر تقدما إن باتجاه التهدئة أو باتجاه الحل النهائي لهذا الصراع. سيد عريب، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكد منذ قليل أن الحركة تبدي مرونة في التفاوض لكنها مستعدة لمواصلة القتال، فبرأيك ما هي الرسالة من وراء هذا التصريح وفي هذه المرحلة؟ يعني الحركة قدمت تنازلات واضحة بهذا المعنى وأبدت مرونة اعترف بها الأمريكيون، يعني بلينكين وغيره قالوا أن رد حماس على إطار باريس الأول يعني كان ردا إيجابيا بهذا المعنى. والآن يعني معظم الوسطاء يتحدثون على المرونة في موقف حماس، والمرونة تجلت في أكثر من موقع. قبلت باتفاق مؤقت وليس بإنهاء كامل ونهائي للعدوان،
قبلت بإعادة انتشار يعني موسع من المناطق المأهولة سكانيا للجيش الإسرائيلي، تبحث مع الإسرائيليين في عودة متدرجة للنازحين إلى مناطق الشمال، وربما مع بعض الاستثناءات للفئات الشابة بهذا المعنى. يعني بمعنى أن حماس تقدم بعض المرونة، وأعتقد أن المرونة ليست كما يقول الإسرائيلي بسبب أو عائدة للضغط العسكري. المرونة التي تبديها حماس عائدة للضغط الإنساني المتمثل في المجاعة التي تعتصر أكثر من 1,000,000 فلسطيني في شمال ووسط غزة. كل القطاع في حالة مجاعة تقريبا، بالذات في مناطق الشمال. هذه نقطة في الحقيقة صعبة جدا يعني على متخذي القرار السياسي في حركة حماس. لكن حماس في الوقت نفسه تريد أن تقول للإسرائيلي، بالذات للتيارات الأكثر غلوا وتطرفا وفاشية يعني في المؤسسة الإسرائيلية، بأنها إنما تفعل ذلك حرصا على شعبها وليس من موقع الضعف ميدانيا. ولهذا قال أننا نستعد دفاعيا وأننا مستعدون للقتال إلى مدى أبعد زمنيا، وربما نلحق يعني أضرارا يعني موجعة بالجيش الإسرائيلي. وبالمناسبة يعني من مصادر عديدة في الحقيقة يمكن للمراقب أن يقول بأن معركة رفح لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال نزهة قصيرة للإسرائيليين، فثمة عديد من القوات والعتدة والأسلحة وإلى آخره، ما سيجعل مهمة الإسرائيلي في رفح لا تقل صعوبة عن مهمته في خان يونس أو في غيرها من المناطق التي لا زالت مشتعلة في قطاع غزة. سيد عريب، في الختام أود أن أسألك عن اجتماع يوم غد في العاصمة الروسية موسكو بين ممثلين من حركتي فتح وحماس لبحث حكومة وحدة فلسطينية ولإعادة إعمار غزة. ما هي الدلالات من وراء هذا الاجتماع في خضم المشاورات والمفاوضات للتوصل إلى هدنة؟ يعني موسكو بناء على معلومات مؤكدة معنية في الحقيقة ومنذ فترة، ليست بعد 7 أكتوبر فقط، بتوحيد الصف الفلسطيني، وهي سبق لها وأن قادت مبادرات في هذا المجال تعثرت يعني في اللحظات الأخيرة. رأينا يعني اهتماما روسيا بمسألة توحيد الصف الفلسطيني في الأسابيع الأخيرة، ربما من وجهة نظر موسكو ردا على المحاولات الأمريكية لتخليق نظام سياسي فلسطيني جديد على مقاس ربما الأولويات والمصالح الإسرائيلية والأمريكية. موسكو تدخل هنا في الحقيقة من مدخل علاقاتها الطيبة مع منظمة التحرير والتاريخية ومع السلطة والرئاسة الفلسطينية، ومن علاقاتها القوية أيضا مع حركة حماس. يعني موسى أبو مرزوق زار موسكو مرتين قبل هذه المرة بعد 7 أكتوبر، والاتصالات بين موسكو وحماس مستمرة. ثم أن السيد بوغدانوف هو من الخبراء النادرين في الشؤون الفلسطينية عموما، الذين يعرفون كل خبايا المشهد الفلسطيني، اعتمد في الآونة الأخيرة دبلوماسية الهاتف بين فتح وحماس. الاجتماع ليس للتنظيمين فحسب، وإنما لكل الفصائل الفلسطينية. والاجتماع يريد في الحقيقة بناء توافق فلسطيني حول الحكومة الجديدة، إن كانت حكومة وفاق أو حكومة تكنوقراط وخبراء أو غيرها. لكن الأهم من وجهة نظري أن موسكو تركز بشكل خاص على إعادة بحث وإحياء وهيكلة منظمة التحرير لتكون الوعاء الذي يجمع الكل الفلسطيني ضمن مرجعية وطنية عليا للشعب الفلسطيني تشمل كل الفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد، ولتكون مرجعا سياسيا وسياديا لحكومة التكنوقراط حتى لا تنفرد بمرجعيتها القيادة في رام الله، وهو ما ترفض حماس وكثير من الفصائل بالوقت ذاته. السيد عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.